بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بقي لنا في موضوع مفهوم المخالفة جزء قصير ولكنه في غاية الأهمية. احنا قلنا احنا قسمنا الدلالات إلى منطوق ومفهوم، وهناك برزخ بينهما وهي الاقتضاء والإشارة. المنطوق ما تدل عليه، ما يدل عليه النص بألفاظه، في سائمة الغنم زكاة، يستفاد منه وجوب الزكاة في الغنم السائمة. طب المعلوفة مش موجودة في منطوق هذا الكلام، فيش لفظ بيقول المعلوفة. قلنا الاقتضاء والإشارة درجات ما في، يعني محذوف بنقدره أو شيء بيلزم من الكلام وإن كان مش وارد في منطوقه. أما التفصيل فكنا أو لا اعتنينا بأكثر قضية المفهوم، وقسمناه إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة قلنا باختصار وبدرجة من التبسط في الاصطلاح هو القياس. عندنا القياس ثلاث أنواع، إن العلة في الفرع تكون أظهر منها في الأصل، أو العلة في الفرع تكون مساوية للأصل، أو العلة في الفرع تكون أقل من الأصل، والثلاثة دول قياس عند الشافعية. والاثنين الأولانيين منطوق موافقة عند الجمهور، والمعنى قريب، بمعنى بنلحق مسكوت عنه بمنطوق به بجامع علة بينه. هنسمي ده قياس ولا مفهوم موافقة مسألة اصطلاحية، فإن كان البعض بيراها أن لها أهمية في الاحتجاج على الظاهري من باب لو سلمنا لهم بنفي القياس يقال لهم إن مفهوم الموافقة اللي العلة في الفرع بتكون أظهر منها في الأصل أو مساوية، ينبغي عليهم أن يقولوا به وإن لم يقولوا بالقياس. وإن كان ابن حزم يقول لا، ولا ذا كمان بنقول به، ولا يعتد بهذا. بيجي بعد كده في مفهوم المخالفة، يعني بعد مفهوم الموافقة يأتي مفهوم المخالفة. بيجي منين مفهوم المخالفة؟ بيجي أن المتكلم يذكر حكم لشيء ويقيده، قلنا بشرط أو غاية أو وصف أو عدد أو نحو ذلك. فنقول البعض يقول خلاص المتكلم قال مثلا في الغنم السائمة الزكاة، فكيف ننسب إليه أنه تعرض للمعلوفة أو لغير السائمة؟ والبعض قال ما هو المتكلم لابد أن يكون له غرض من ذكر القيود،
إذا ذكر شرط أو غاية أو نحو ذلك فلا بد أن يكون لها غرض. وإذا في كلام أحد الناس وفي كلام الشرع من باب أول. فيحصل من هذا إن أعدل الأقوال في مفهوم المخالفة إنه إذا جاء الحكم إذا جاء النص يثبت حكم ما لشيء ما مقيدا بغاية أو شرط أو وصف أو ظرف زمان أو مكان أو غير ذلك، ولم نجد سببا لإيراد ذلك التقييد، فيجب أن يكون هذا لأن القائل يريد به إعطاء عكس الحكم للمخالف، وإلا يبقى الكلام عبث. يبقى لما نقول أعطي مكافأة لكل طالب متفوق، طب وغير المتفوق مسكوت عنه؟ نقول لا، مش وارد في المنطوق، لكن مفهوم بيقول انه ملوش. يعني نقدر نقول ان النص ده اقترب من قوة لا تعطي المكافأة الا للمتفوق. احنا قلنا اسلوب الحصر في اللغة بالغ البعض فعده من المنطوق هو الاخر، وده من الاجحاف، لان في اللغة اسلوب موضوع أصالة في اللغة ليفيد النفي والإثبات في آن واحد. فلما نقول لا تعطي الجائزة إلا للطالب المتفوق، ده كده بمنطوقه أعطانا حكمين، إنه أعطي للطالب المتفوق المكافأة ولا تعطي غير المتفوق، الاثنين موجودين في المنطوق. فأسلوب الحصر في اللغة يتضمن بمنطوقه حكمين، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. مفهوم المخالفة باختصار هو إلحاق بعض الأساليب اللي فيها قيود بوضع شرط أو غاية أو غيرها بأسلوب الحصر الأصلي اللي في اللغة. وبنقول إنه بالفعل باستقراء عرف أهل اللغة في الاستعمال نقول أن القيد المذكور إن لم يكن له فائدة أفاد الحصر، وإن كان له فائدة صار الجزء النفي مسكوت عنه. لما نقول في المثال من أعطى الطالب المتفوق جائز، أو يقول أعطي الجائزة لمن حصل على أكثر من 90%، برضو أسلوب حصر يفيد نعطي اللي حصل على أكثر من 90 ولا نعطي اللي حصل على الأقل. لكن لو حصل إن جاي طالب بيسأل جايب 95%، فبيقول هل لي جائزة؟ يقول الطالب الحاصل على 95% له جائزة. إذن لما وقع الكلام إجابة على سؤال لم يفد الحصر، لأن اللي بيتسأل بيعيد المسؤول عنه يجعله مبتدأ ويحط له خبر. فليه قال 95 هنا؟ لأنه اتسأل عليه، فصار للكلمة معنى. احنا ليه ألجأنا في الحالة التانية نقولت لابد ان احنا نستفيد منها النفي، لأن احنا كده عرفنا ان المتكلم لم يردها إلا لكي ينفي الحكم عن من فقد هذا الشرط.
لكن إذا كان للكلمة يبقى إذا المتكلم لو جه سألوه في طالب جاب 95% جاي يسأل على المكافأة يقول له أعطوه، وهو ما كانش قبل كده قال لهم الحد الفاصل لازم ساعتها يقولوا، لأنه هيبقى عارف كده مش أي القاعدة، قال لهم هيجاوبهم ولازم في سياق آخر أو في نفس السياق يقول لهم لأننا نعطي من حصل على أكثر من 90. لكن هو جاوب على قد 95، يبقى احنا الإجابة دي ما خدناش منها حد فاصل، أخذنا منها حكم على الحالة المسؤول عنها فقط. وأبلغ من كده لو اتسأل عن اللي جايب 95 فقال بيقولوا له اللي جايب 95 نعمل فيه ايه؟ فقال اللي يجيب اكتر من 90 دول مكافأة، يبقى واضح جدا ان هو يقصد الفصل من هذا. ومن هنا احنا اخذنا باختصار شرطين رئيسيين للعمل بمفهوم المخالفة. الاول اللي احنا بنقوله ده ان يكون القيد اللي هيجينا مرة على هيئة شرط ومرة على هيئة وصف ومرة على هيئة غاية حتى الى اخره، ان يكون القيد ده لا فائدة منه الا التخصيص الا الحصر، يبقى هنستفيد الحكمين. الامر الثاني ألا يخالف منطوقا، لأنه لو قال لو أن المتكلم بيقوله من حصل على 90% أعطينا مكافأة، ده أسلوب شرط من حصل، وإحنا بنقول الشرط له مفهوم مخالفة، يبقى ومن لم يحصل لا يأخذ. المنطوق بيقول من حصل على 90% يأخذ، ده المنطوق فرغنا منه، احنا بنقول لا، اول شرط ده له مفهوم ومن لم يحصل لا يأخذ. بعدين رجع قال ومن حصل على 85% يأخذ، يبقى 85% مفهوم النص الاولاني ان 85 ملوش، منطوق التاني انه ليه، المنطوق مقدم على الايه على المفهوم. ليه؟ لأن المتكلم لما تكلم بالشرط علم أن له مفهوما، ده في عرف اللغة، لما تكلم بالشرط علم أن له مفهوما، فإذا أراد أن يبين أن هذا المفهوم غير مراد يبين، وده مش هنسميه ساعتها حتى نسخ، وان كان يحتمل ان يكون نسخ، ويحتمل ان يكون تنزل في بيان الحال، يعني يقول من حصل على 90% له مكافأة، كأنه عايز يقول ان ده الشرط الاصلي وان معيار التفوق في الاصل كان مفروض 90%، ثم من باب التنزل بعدها او اذا سئل او اذا يقول ومن حصل على 95، يبقى هيبقى له فائدة من ان يقول نص له مفهوم ثم يعدل عن فائدة ذلك المفهوم بمنطوق، وايا ما يكن المنطوق مقدم على الايه على المفهوم. يبقى خلاصة الكلام في مفهوم المخالفة ان هنعمل بيه بشرطين، ان يبقى القيد المذكور لا فائدة له الا افادة المفهوم، اللي هو ندي عكس الحكم لمن فقد هذا القيد، وانه لا يعارض منطوقا، ومن هنا ابتداء هيبتدي مفهوم اللقب يخرج معانا بالكلية، مفهوم اللقب زي محمد رسول الله، نقول علم ونديله حكم. فلا وسيلة للإخبار عن علم إلا بذكره، فإذا أنت قلت علم ثم أسندت إليه حكم
فالمتكلم لم يقصد مطلقا غير ذلك العلم. اقول لك طب انت قلت محمد رسول الله، ما هي وسيلة المتكلم اذا اراد ان يخبر بقضية لا نفي فيها، انه فقط يريد ان يثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يريد ان يتعرض بنفيها عن غيره، لا وسيلة الا انه بيذكر العلم. احنا في الثانية قلنا لما يقول الغنم السائمة، طب ما انت كانت غنم كانت كفاية، لو الحكم عام فلماذا ذكرت، يبقى ده له، لا ده يبقى خلاص لازم المتكلم لما قالها اراد بها انه يعمل هذا القيد. لكن لما يجي فلما بيجوا البعض لما يجي يناقش قضية المفهوم يجيب اضعف انواع المفهوم، يقول لك مفهوم المخالفة قد يؤدي الى الكفر، لانك اذا قلت محمد رسول الله فمفهوم المخالفة ان غيره ليس برسول، فنقول له لا، اصل اولا ده معارض لمنطوق، ثانيا مفهوم اللقب اللي فيه اسندنا الحكم لعلم لا مجال هنا لان ان ان يعمل. ممكن مثلا تقول ده هنا هنبقى العكس، اذا سئلت عن من جاء من التلاميذ فقلت جاء زيد، فيقال انه لو جاء غيره لوجب ذكره والا لعد ذلك تقصيرا، فهيقولوا جاء زيد يبقى ما حدش تاني جه، بس ده لم يستفد الا من ان هذا سكوت في موضع البيان مش من مفهوم اللقب، والا جاء زيد ممكن يكون جاء عمرو ممكن يكون جاء محمد، فاذا مفهوم اللقب بذاته ان اللقب لا مفهوم له بحكم كونه لقب، بان المتكلم عن علم يستحيل ان يضم من داخل العلم كلام عن غيره نفيا ولا اثباتا، اللهم الا اذا تكلم بصيغه توهم الحصر فيستفاد الحصر ان احنا سالناه ان يحصر لنا من جاء فعد فلانا وفلانا، فنقول له لو انك اهملت بعض الحاضرين تكون قصرت في البلاغ، وليس لان في حاجه اسمها مفهوم لقب، مفهوم العدد يلي مفهوم اللقب في الضعف. ليه؟ لانه كتير جدا يستعمل للمبالغه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 ده يرد يعني بمعنى هؤلاء ليسوا محلا لقبول المغفره وان يستغفر لهم الرسول، فالعدد يستخدم للمبالغه. ففي الحاله دي طب لو اكتر، قال لا استغفر لهم 70 و80 و90 و100 هؤلاء ليسوا محلا للمغفره، الامر في العدد يصعب وضع قاعده له، يحتاج الامر للتبصر. فلما نيجي نقول صيام 3 ايام اطعام 10 مساكين واضح ان العدد مراد، فاذا يقال صيام 3 هو الواجب و2 لا تجزئ و1 لا يجزئ، واطعام 10 هو الواجب و9 لا تجزئ و8 لا تجزئ، طب و4 و5 و6 في نص الثلاثة، ولكن مش من النص ده هناخدها، هناخدها برضو نص، ان كان ده امر تعبدي محض يبقى لازم يبقى فيه كده، ان كان دي عبادة لها بنية يبقى ما ينفعش نزود، طب ان كان الامر يحتمل
عشان كده العلماء اختلفوا في الزكاة، وهل ينفع لازم يحسب الزكاة بالضبط ويخرجها بنية الزكاة، ولا ينفع يحتاط ويقول انا زكاتي مش هتزيد بحال من احوال عن 1000 جنيه ده هي يعني 800 900، طب ادي 1000 تغطي الزكاة والزيادة. بعد ما قال لا يحسب الزكاة بالضبط يخرجها بنية الزكاة ويفصل الزكاة عن الصدقة. وان كان الراجح هنا ان ده يجوز على اعتبار ان الزكاة فيها معنى العبادة في نية الاداء، وفيها معنى المعاملة في الاخذ والدفع وخلافه، فاللي بيدفع اكتر من اللي عليه قد برئت ذمته. يبقى برضو العدد كله مفهوم ولا ملوش؟ ملهاش قاعدة، محتاجة قرائن من لكن من اضعف مفهوم المخالفة مفهوم العدد. طيب خلاصة الشرط اللي هو ان مفهوم عشان نعمل مفهوم المخالفة انه لا يكون لذكر القيد اللي بيجيلنا مرة على هيئة شرط ومرة على هيئة صفة ومرة على هيئة غاية، ان يكون القيد دوت لا فائدة منه. فلو له فائدة يبقى كده وجدنا فائدة تكلم بها المتكلم بهذه الكلمة، فنرضى نقول لا لا ننسب لساكت قول. لكن لو الكلمة دي ملهاش فائدة يبقى لازم يكون هو مش قايلها غير للفائدة دي، كلمة عارية عن الفائدة وفضل فائدة وحيدة محتملة لهذه الكلمة فتعينت. لكن لو في فائدة أخرى أخذت مكانها وخلت الكلمة دي لها معنى في كلام المتكلم، يبقى إذن ما لم يذكره صراحة نقول إنه سكت عنه. وفرق بين نقول سكت عنه وبين إن إحنا نقول نعطيه عكس الحكم. هنقول في الغنم السائمة زكاة. اللي بيعملوا بالمفهوم هناخد بالك هنا هنلاقي مشكلة. في علماء ما بيعملوش بالمفهوم اصلا، ثم اللي بيعمل بالمفهوم هيحتاج مع كل نص ينظر هل هذا انطبقت عليه شروط العمل بالمفهوم ولا لا. يعني النص ده لو عملنا بمفهومه نقول في حكم شرعي بيقول ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيه، ويبقى ده نص. اما الذي لا يعمل بالمفهوم يقول هي مسكوت عنها في هذا النص، النص ده ملوش دعوه بيها خالص. يقول لك طب نرجع للبراءة الاصلية طب في وهكذا. يبقى اذا الفرق بانك تديلها عكس الحكم وبانك تقول النص ده ملوش علاقة بيها فرق كبير، لان انت تقول النص ده ملوش علاقة بيها خلاص. لكن وغالبا في المسائل بتثور الخلاف في المسائل اللي ايه اللي هترجع للبراءة الاصلية. عشان كده ابن حزم يقول لهم حتى مفهوم الموافقة في الامثلة اللي انتوا جايبينها مش مضطرين له، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ليس في دليل على حرمة الضرب. يقول ليس في دليل، استفدنا من هذا حرمة التأفف واستفيد حرمة الضرب من نصوص اخرى. ما بيستدلش بالآية دي على حرمة ضرب الوالدين، ده في مفهوم الموافقة نفسه. يبقى هنا القضية بتبقى مشكلة أكتر لما يبقى فريق هيعمل بمفهوم المخالفة وفريق سيعود إلى البراءة الأصلية. حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده منطوق بيقول الماء الكثير لا تضر النجاسة اليسيرة كآثار السباع. ده منطوق إذا بلغ الماء قلتين، بيتكلم على الكثير مش على القليل. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، هو السؤال عن الماء وما يرد عليه من السباع. فقال السباع بتيجي تشرب من الماء اختلط لعابها بالماء،
فقال له إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فاللي بيعملوا الذين لا يعملون بمفهوم المخالفة قال وأما ما دون القلتين فمسكوت عنه فنعود إلى البراءة الأصلي. يبقى اللي دون القلتين هو الآخر لا يحمل الخبر إلا إذا تغير. واللي بيقولوا بمفهوم المخالفة قالوا بعضهم قال نحن نقول بمفهوم المخالفة ولكن هذا الحديث لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، بمعنى السائل بيسأله عن الآثار وما يرد عليها من السباع. قال له طب انت الحاجة اللي بتسأل عنها لا تقل في العادة عن قلتين، فكيف تسأل عنها؟ كيف تسأل عن قلتين؟ احنا قلنا بالبلدي كده زرين يعني حجمهم. كيف تسأل عن ماء كهذا؟ هل مثل هذا يتغير بلعاب السباع؟ لا. فإذا قالوا هنا خرجت مخرج الايه؟ الغالب. الفريق الثالث بيعملوا بالمفهوم وقالوا ان الحديث ده من اقوى ما يعمل فيه المفهوم. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امر عام فاجاب باجابه قيدها بما فوق القلتين، لان لكان في ذكر للقلتين اصلا في الكلام، وانما تعمد مثلا ذكرها لتكون حدا بين ما لا يفتش فيه الا ان راينا التغير ظاهرا امامنا اللي هو اللي فوق القلتين وما يحتاط بشانه وجوبا بانه كنا عرفنا ان الماء ده فيه نجاسه حتى لو مش لاقين لها اثر فيحتاط بتركه. يبقى في الاول تقرير للقاعده ثم خلاف في الايه؟ في التطبيق. على اي ما يكن الموضوع اللي فاضل لنا الصغير احنا بنقوله سرد الاشياء التي تمنع من العمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به. مش طبعا اللي ما بيقولوش به خلاص. طب القائلين به بيقولك طب بص هنحاول نستقصي الفوائد اللي ممكن تستفاد من القيد او الشرط او ما شابهه، عشان لما تلاقي واحدة منها تعرف كده ان حصل استفادة من ذكر القيد، ومن ثم المشكلة اللي قلناها ان المتكلم لما بيقول لنا قيد بلا مبرر يبقى من المبرر الوحيد انه عايز كمان الكلام يفيد ناحيتين، يفيد اثبات الحكم لمن حقق هذا القيد ونفي عمن لم ايه يحقق. طب ايه الفوائد؟ بيقول هنا الشيخ السنقيطي رحمه الله خاتمة لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون، منها أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان، أدي نوع، كقوله تعالى تأكلون لحما طريا فلا يفهم منه منع قضيد الحوت. طبعا الفسيخ مشكلة تانية، الفسيخ البعض بيمنع منه من اجل الانتان، لكن بيقول لك الرنجة بقى ال 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 هل دي الشرع لما بيقول لحما طرية يبقى يا تاكل لحم السمك طري يا يحرم؟ قال لا، ده منا ان لحم السمك سبحان الله، دي احنا قلنا في سلسلة عظمة القرآن ان في اشارات لطيفة لبعض علوم الدنيا، هو مش كتاب علوم دنيا لكن اشارات، شوف الاطباء الحتة دي عندهم اي واحد عيان يقولوا له ايه؟ سمك يليه الدجاج، لحم بروتين يبني الأنسجة لو هو مريض وفي نفس الوقت ما يرهقش الجهاز الهضمي.
لحم طري مقارنة باللحم الايه؟ لحم الانعام شديد، محتاج مجهود في الهضم وبيرهق الجهاز الهضمي وياخد طاقة من الانسان. طب المريض عايزين نوفر طاقة لمقاومة المرض وفي نفس الوقت محتاج غذاء، هتلاقي معظم المرضى يوافقهم السمك، بالذات بقى مرضى الجهاز الهضمي ومرضى الكبد وما فالشرع امتن ان في البحر منا خاصة لو تأكلون لحما لا طرية. فذكر القيد او صفة وصف طريا هنا ليس لان لحم البحر لا يؤكل الا طريا، بل لذكر الخاصية المميزة للحم البحر، ده للامتنان. يقول له انت بتلاقي في البر لحم لكن في البحر هتلاقي لحم مختلف، يبقى هنا لم يتعرض النص للحم البحر المقدد. ليه؟ لان القيد هنا وجدنا له فائدة اخرى، فيبقى لا ليس للنص مفهوم ان كان القيد المذكور جاء على سبيل الامتنان، او يكون هو ده الموضوع المسؤول عنه، بس هو هنا فصل بين السؤال جابه لنا النوع الخامس وبين ان يوافق الواقع، والاثنين قريبين من بعض. احنا في المثال اللي قلناه يجي طالب جايب 95% فيسأل هل لي مكافأة، فتأتي هل هناك مكافأة للطالب اللي حصل على 95، وقال نعم توجد مكافأة للطالب اللي حصل على 95، يبقى ده وقع إجابة سؤال لم يتعرض لما دونه. ليه؟ لأن هو سئل فأجاب. طيب موافقة الواقع تيجي ازاي؟ انه من غير ما يسأل يجي داخل عليهم ويكون هم عارفينه بتوع المكافآت، اعطيه المكافأة فانه حاصل على 95، فيبقى هنا ايه؟ وافق الواقع. يبقى موافقة الواقع واجابة السؤال نوعين. يبقى هنا عايز يخبر ويبين، هو دي الحالة اللي موجودة، اما سائل سأل واما جاء البيان عن هذه الحالة الواقعة. ومنها يبقى ده الثاني موافقة الواقع، الثالث ومنها تخصيصه بالذكر جريان على الغالب، وده اشهر حاجة بنقولها يعني. هنا هو ذكر انواع كتير من اشهرهم اللي هو خرج مخرج الغالب وما كان اجابة سؤال. فقال لنا هنا ما خرج مخرج الغالب كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم يغلب على بنت الزوجة، لو امرأة لها بنت وتزوجت لتصطحب ابنتها معها، الشرع لم يحرمها من الزواج لمجرد كونها ام، ولن يحرم ابنتها من رعايتها. فلمن يتزوج امرأة لديها بنت يعلم انه اما البنت هتعيش معاه او ستتردد كثيرا على الاقل، فده ابتداء يبقى هو عارفه. ثانيا من اجل هذا ينبغي ان توجد حواجز تمنع ان تكون هذه البنت محلا للشهوة، هتيجي كتير. فلو قلنا التزام بالعلاقة بين الرجل الاجنبي والمرأة الاجنبية يبقى في عسر على الجميع، ووجد بعض الوازع الطبعي وجد نتيجة انه صار في حكم ابيها، وكأن هنا المقصود ان الربيبة غالبا ما تكون في الحجر، فمن اجل هذا نزلت منزلة الابنة،
ولكن هذا ليس طيب، يعني الربيبة تحرم ايه مطلقا. ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد، كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لمسلمة وعلى القول الراجح بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لا يحل، ولكن ده ذكر من أجل التوكيد والتهييج للامتثال. ومنها ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم، لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال، لأن المتكلم الأصل إنه بيجيب المسؤول عنه يجعله مبتدأ ثم يخبر عنه بخبر، فإن أراد فائدة أكثر عدل عن المسؤول عنه إلى ما هو أهم منه مثلا، لكن في الأصل إنه يجاوب عليه. فليس الأصل إن هو يسقط قيد. فلو كان الغنم كلها فيها زكاة، لو افترضنا الغنم كلها فيها زكاة ثم سئلت هل في الغنم السائمة زكاة، تقول نعم في الغنم السائمة زكاة. طبعا مش ما تحطش اعتبارات تانية زي ايه، انه اذا غلب على الظن ان السائل يتوهم ان ذلك قيد هيجب عليك باعتبار اخر انك تبين له، لكن في الاصل خد مثال تاني بعيد عن الغنم السائمة عشان فيها خلاف. لو واحد قال هل في نسيان التشهد الاوسط سجود، مش هتقول له في نسيان التشهد الاوسط وفي نسيان مش عارف ذكر كذا، تقول نعم في نسيان سجود ايه سهو، فيبقى الاجابة تبقى على قدر السؤال، وذكر غير الاجابة على غير المسؤول من باب الفضل. وقد تجد اذا وجدنا ان غلب على الظن ان السائل محتاج اجابة حاجة كمان، لكن مش هو ده الاصل، الاصل ان اللي بيتسأل بيجاوب على ما سئل عنه بكل قيوده، وغير لا يجب انه يذكر قاعدة عامة. ومنها ان يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في السائمة زكاة، يكون قوله لا مفهوم له، لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. ده بيرد في كلام الناس أكثر، وإن كان وروده في الشرع متصور. يعني يجي واحد خلينا في مثال المكافآت اللي بنقوله، تروح تسأل اللي جايب 95% له مكافأة يقول لك نعم، طب اللي أدنى منه يقول لك معرفش، وده ممكن تلاقي في بعض الأحوال أكثر، فيتم صرف المكافأة للي هم جايبين 95%. طب ليه؟ لك أصل ده قانون، وفي كل عام ينزل استثناء بالنزول بهذا الحد شيء، فنحن نعجل بصرف الايه المتأكد ونشك في الباقي، فيقوم يقول يبقى واضح جدا هنا عرفنا من قرنة الحال او المقال او غيرها ان المتكلم صرح بانه لا يعرف حكم المسكوت عنه، هو قال اللي يعرفه وسكت عن الباقي. ومنها ان يكون السائل العكس بقى يعلم حكم المفهوم، يبقى واحد لو تصورنا ان واحد بيسأل فقيه بيقول له احنا عارفين ان الغنم السائمة فيها زكاة، فهل في المعلوفة زكاة؟
فيقول له في الغنم المعلوفة، او يجي عالم من اللي بيرجحه من الغنم المعلوفة فيها ذكاء فيقول ننبه الناس بانه شاع فيهم ترك زكاة المعلوفة وفي المعلوفة زكاة. فهمنا من القرينة انه ايه فرغ من التانية مش متعرض لها، وبيذكر القيد هنا للتأكيد على المسألة المجهولة، وهكذا. وكل هذه الصور يعمها القاعدة اللي بتقول انه اذا كان للقيد فائدة فقد كفى، واما ان لم يكن ففي اهدار فائدتها بالكلية، اهدار الامر قصد المتكلم. واحنا لو عددنا كل الفوائد فلم تبقى فائدة الا اثبات عكس الحكم لغير المذكور، فهذا مما يوافق عرف اهل اللغة، بل مما يوافق المنطق، ان اللي بيقول قيد لازم يكون له فائدة، وان من ضمن فوائده التخصيص اللي هو له اساليب صريحة في اللغة، اشهرها النفي والاستثناء وانما وتعريف المبتدأ والخبر وتقديم ما حقه التأخير، ودي اساليب حصر منطوقا لا مفهوما، واللي عايز يسميها مفهوم يسميها بس ما يدخلهاش في الخلاف، وان المواطن الاخرى دي تلحق بها على الراجح ما لم يكن هناك فائدة اخرى. بكده احنا بفضل الله تعالى خلصنا ما يتعلق بالمفهوم والمنطوق، تقريبا خلصنا المباحث المتعلقة بطرق الاستنباط، وبقي جزء طويل مفصل هو في الواقع ممتع، ولكن لا ندري هيكون ممتع للإخوة ولا لا، كلام دراسة مفصلة للقياس بين مثبتيه ونفاتيه. ده اللي فضل لنا من كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله، وبكده بنبقى تقريبا انفصلنا إلى حد كبير عن روضة الناظر، لأن الجزء ده كلام الشنقيطي فيه أوفى وأوسع من كلام الإمام ابن قدامة. يعني هنشوف يعني حسب الأحوال، إما إن احنا نتجارى مع الإمام الشنقيطي ونعيش معاه المعركة دي، وإما نلخصها لو حسب الأحوال. فإحنا هنشرع ابتداء إن احنا نتناول هذا الجزء بنفس التفصيل اللي نتناوله بالشنقيطي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.